نحن مبسوطين إنه عنا هيك زعيم مثلك، لأنه بسببك صار في عنا كهرباء بالضيعة. عن جد نحن منتشكرك من حيو الزعيم. حيو الزعيم. حيو الزعيم. ايه طيب ماشي، كفيت ووفيت، ويلا نزلوني نزلوني لتحت بكفي. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو قصدي حياتي على اخر لحظة. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. طيب انت هلا فيك تبتسم شوي. حيو زعيمنا. وجدان قدرت تنقذك. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. انا بهنيكن بتوصيل الكهرباء. شفتوا بعيونكن هلا قديش أنا بهتم بأموركن، ما هيك؟ نحن اشتغلنا ليل نهار وبالأخير جبنا الكهرباء لضيعتنا كلياتها. ليش واقفين؟ روحوا على بيوتكن واستمتعوا بالكهرباء. يلا حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. شايفين يا أختي هالأناني عم يحصل على كل الشكل. صح كلام، بس المهم اجت الكهرباء وهذا أهم شيء بالوقت الحالي. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. يا زعيمنا انت عن جد ما في مني. بتوصيلك للكهرباء بهالضيعة قدمت لنا خدمة كبيرة كتير. عن جد انت انسان كتير مني. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. حيو زعيمنا. اختي شفتي قديش كانوا مبسوطين كل اهل الضيعه بسببك؟ لا مو بسببي، هالشي بسبب كل اهل الضيعه، هن يلي بدلوا الظلام بالنور وتعاونوا معنا. الكهرباء وصلت، بس هلا وصلنا للشغله الثانيه، لازم نعمل حمامات بالضيعه وندور على طريقه لنخلي الزعيم يقبل. بس هالمرة نحن ما رح نضغط عليه أبداً، الموظفين يلي هن أعلى منه رح يضغطوا. طيب قولي أنت بشو عم تفكري؟ استنى لبكرة الصبح ورح تعرف كل شي.